FM. El Kil Malik. احنا نحطوا قضاء مع قضاء في الموضوع هذا. يتفاهموا بيناتهم وتبقى القضية دائما ما تتسخش. يتفاهموا بيناتهم قضاء وقضاء تفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين عندما كانت ثم في ليبيا دولة واحدة وحكومة واحدة. هذا اما احنا كوزارة خارجية لا نتفاوض ولا نتعامل مع الميليشيات ولا ندخل في هذه في تحت سقف المقايضة. الكل ملك